بكم. أولا نرحب بكم في المركز الوطني لتخييم بوزنيق الشاطئ. المرحلة الأولى انطلقت منذ 3 أيام تقريبا. يوم أمس شهد المركز الوطني إعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني لتخييم عطلة الجميع من طرف السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل والسيد عام الإقليم بن سليمان والوفد المرافق إليهما. المرحلة الأولى انطلقت برقم من المستفيدين بلغ 1080 مستفيد ومستفيدة، ينتمون إلى منظمات ديال الطفولة متنوعة مختلفة تمثل التراب الوطني من شمال البلاد إلى جنوبها ومن غربها إلى شرق ومن شرقها إلى غربها. الفضاء يتوفر أولا على بنيات نشاط حديثة تواكب حاجية الطفولة المغربية على مستوى النشاط التربوي والثقافي، بنيات تواكب التحولات الرقمية اللي يشهد العالم فيما يتعلق بأنشطة الطفولة. جودة المضامين التربوية بلغت مستوى جد كبير لا سيما بعد تحيير المضامين التربوية. الجوانب التنظيمية الأخرى هي جد 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 جيدة بالتنسيق مع المصالح الخارجية ومصالح الوقاية المدنية ووزارة الداخلية وبعض الشركاء التقليديين للبرنامج. أكيد أننا سنكون أمام رقم ديال 5400 مستفيد في مجموع 5 مراحل تخييمية، كل مرحلة فيها 1080 مستفيد ومستفيد. العدد اللي عندنا في المخيم كلهم من اقليم بن سليمان، الجماعات القرويه والجماعات المحليه، عندنا المنصوريه، عندنا بن سليمان، عندنا سيدي بطاش، عندنا الزيايده، هذه مجموعه ديال الوليدات اللي هما من الاقليم وكذلك من الضواحي بعض القرى. الجنس ديالنا مختلط بنيات وليدات والسن ديالهم تتروح ما بين 7 سنين و 14 سنه. بطبيعة الحال البرنامج التربوي أو ما نسميه برنامج العام ديال المخيم تضم مجموعة ديال الفقرات، مجموعة ديال النقاط اللي كنسهروا على تطبيقها داخل المخيم، ولكن كاين النشاط الرئيسي اللي هو السباحة. بطبيعة الحال السباحة اللي هي نشاط رئيسي عندنا في المخيم، زيادة على ما نسميه باليوم الأولمبي، اليوم الشعبي، المسابقات الثقافية، المسابقات الرياضية الى غير ذلك من المسابقات. كنتمنى للوليدات يدوزوا واحد الوقت رائع جدا ان شاء الله، باش تكون عندهم ان شاء الله القابليه والرغبه في العوده الى المخيم ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم، معكم محمد الكنتاوي، مؤطر في جمعيه المنتدى المغربي للحكمه الاجتماعيه فرع عين الشق. احنا اليوم احنا كنتواجدوا في مخيم بوزنيقه، المخيم اللي فتح ابوابه للاطفال المغرب وشباب المغرب حتى هما، اللي تبارك الله احنا راه شفنا واحد النيفو اللي طالع تبارك الله في المراقيد. ماشي المخيم اون جينيرال، تبارك الله راه بدينا كنطلعوا، ماشي عكس بعض المخيمات اللي كيكون كتلقى فيهم واحد الاشكال. مثلا نعطيكم بعض المشاكل اللي لقيناهم في مخيمات اخرين وما لقيناهمش هنايا، لقيناهم تصلحوا تبارك الله وخدموا عليهم مزيان. مثلا كنا كنعانيو من الاغطيه، لا لينا لا للوليدات، لا كمؤطرين حنا لا للوليدات. الحمد لله انا لقيناهم متوفرين بشكل جيد، وكذلك عاوتاني الدوش ملي كيطلع للوليدات من الوليد من البحر ما كيلقاش المسخون اللي دوش به. هنا الحمد لله كاين المسخون، كاين كل شيء. المراقيد كنا كنديروا بعض المشاكل في مخيمات اخرين، اننا كنا كنجمعوا دراري في ناموسيه وحده ولا 12 دري في شالي وحده، هنا الحمد لله كاين 10 دراري في كل شالي. تبارك الله راه ما عندنا ما نقولوا، هذا الشيء كيسرنا كشباب مغربي وكفاعلين جمعويين، كيسرنا هذا الشيء كيبعثوا البهجه في قلوبنا، حيت تبارك الله كنشوفوا الوزاره خدمات على المخيمات، والسيد الوزير حتى هو كنشكره اللي شرفنا بالحضور ديالو في افتتاح ديال المخيم، وهذا ما كان. السلام عليكم. وعليكم السلام، اسمي نصر الدين بوشريد، عامر 15 سنه، من مدينه الدار البيضاء سيدي معروف. انا صراحه كاع ما كنت معول نجي للمخيم، ولكن ملي جيت كنت عارف راسي كون ما جيت كندم. هادشي زوين صراحه، كنصح الدراري ديال المدن الاخرين الا بغاو يجيو. صراحه المخيم هو احسن مخيم جيت ليه ما بين المخيمات اللي كنت فيهم، كلشي زوين، الاماكن زوينين، لي شالي زوينين، زعما كتنعس مرتاح وكتفيق مرتاح، الماكله زوينه، كلشي زوين، انشطه زوينين، المؤطرين معاملين معانا تعامل جيد، وهذا الشيء اللي كاين.